الناس هما اللي كانوا يحكيوا على الجرحى الانتخابات اللي كانوا يسميوا الاخرين اللي ما نجحوش كيفهم 0.0. اليوم هما نفسهم راهم يتكلموا في خطاب اخر. انا نقول اليوم هذا خطاب غير مسؤول، خطاب قاعد يدخل بلبله في البلاد، قاعد يشكك في مفهوم الديمقراطيه والانتخابات، وقاعد يشكك حتى في قبول الناس لمبدا اساسي للديمقراطيه اللي هو التداول السلمي على السلطه. اليوم كما قال أستاذي، لأن أستاذي بالحق مش كلام قراني وفخورة به، هو الدستور في حد ذاته ما يسمحش بالتغول، لكن اليوم ناس تحب تبني حملة انتخابية رئاسية على تخويف التوانسة، هما زاد نفسهم اللي كانوا يقولوا ما عادش تخوفوا التوانسة. اليوم راهو الشعب التونسي كما قلت قبل وقلتها في 2011 راهو ناضج، مش في 2011 كان ناضج وبعد 3 سنوات نقص النضج، بالعكس الشعب مارس السياسة في 3 سنوات هذه واختار ومن حقه أن يختار، وحتى حد ما عنده الحق باش يشكك في اختيار الشعب التونسي.